خطوة تلو خطوة. نقل أحمد حناوي فن الرقص الشعبي إلى أعضاء فرقته كما تعلمها في حلب، منها إلى عنتاب التركية. التناسق في كل شيء هو ما يميز الفرقة، من الملابس إلى الحركات المميزة بحسب الإيقاع والنغمة. يتابع في مكتبه هنا ترتيب برنامجهم القادم عبر نغمات وأغاني تراثية. بعد الانتهاء من التدريبات وارتداء الملابس التراثية التي تحمل وقعا خاصا لدى السوريين، تنتقل الفرقة إلى حفل الزفاف لترسم البهجة على وجوه الحاضرين هناك. تضيف فرقة الرقص الشعبي لحفل الزفاف لونا يطرق أبواب الذاكرة والحنين لدى الموجودين. هلا أنا صلي عندي فرقة عراضة من 18 سنة بحلب، وجيت على تركيا صلي مقيم هون حوالي 7 سنوات. نقلت الفرقة اللباس من سوريا جبته معي، الشباب اللي هون بعض منهم كانوا معي بسوريا بحلب، وبعض منهم تعرفت عليهم هون، كوننا بعض، خصصنا مكان للتدريب، صرنا نتدرب وصرنا نطلع حفلات، عبارة عن أنه نحافظ على تراثنا ونحافظ على الشيء اللي نحن متعلمين عليه، على أجدادنا، على لباسنا، اللبس العربي، تراث لعب الحكم، سيف الترس، النبوت، تراثنا نقلناه معنا، جبناه معنا من سوريا لهون. خرج السيف من غمده وبدأت المعركة، غير أنها معركة استعراضية تسمى لعبة الحكم. ولفن الرقص بهذه العصا الطويلة اسم مختلف وهو النبود، ويحتاج إلى مهارة خاصة أيضاً. تتعدد أسماء الرقصات بتنوع الإيقاع، وكلما كانت الفرقة متمكنة استطاعت إتقان عدد أكبر من الرقصات. هلا أول شيء بيحبوا إنه يتروحنوا بالتراث اللي نحن عم نقديه، وعم نعيد إحياء التراث بطريقة حلوة ومطورة نوعا ما، بالإضافة إنه بيضيف بهجة للفرحة بالحركات الحماسية بالسيف والترس، يعني فيه بهجة كتير حلوة، وهي فرحتنا من فرحتهم يعني. طبعا على حسب الوزن تجي الرقصة، بس نوعا ما في إلى أسامي معينة نوعا ما تجي، هي العربية تقيلة أو الأبا تجي على وزن الوحدة الواسع الوزن، بعدين البلدي الخفيفة بسموها تجي بعد، الغزاوية، الطقزلي، السوسانية، الولدة العسكرية، وفي أوزان كثيرة طبعا. تعلو الأصوات وتبتهج قلوب الحاضرين لمجرد التذكير بالتراث والفنون الشعبية السورية، ليعود الجميع إلى غربته بعد انتهاء الحفل. وائل عادل، تلفزيون سوريا، مدينة غازي عنتاب، جنوب تركيا.